محتاجين مكرونه مكرونه فيتوتشيني، وتقدروا تستخدموا اي نوع مكرونه بتحبوه. هسلقها 3 ارباع سلقه، وباخد منها كوبايه ميه من ميه السلق عشان بحتاجها وانا بعمل الصوص. عايزين مشروم فريش، ويستحسن يبقى فريش، انا بصراحه ما بحبش خالص استخدم المشروم المعلب. عايزين فصين توم، وكوبايه بروكلي مجمد، او انتوا حتى اشتروه فريش واسلقوه. عايزين جبنه بارميجان اذا متاحه، وغير متاحه بنستخدم جبنه رومي. كوبايه كريمه طهي لو موجود، ولو مش موجود خلاص بستكفى باللبن فقط. عايزين كوبايتين من الحليب، زبده، زيت، معلقتين كبار من الدقيق، رشه جوز الطيب، وملح وفلفل اسود. هنشوي جنبها فراخ علشان نحطها مع الطبق في الاخر مع التقديم، ودول صدور فراخ محتاجه لهم فصوص ثوم صحيح، عودين روزماري، عودين زعتر، زبده، زيت، بابريكا، ملح وفلفل اسود. موضوع لذيذ وبسيط لاكله بتاعه الناس المستعجله زي ما اتفقنا. اكلات الناس المستعجلين عملنا لهم الاسبوع ده اكله، ودي الاكله الثانيه اللي نقدر نعملها سريعا سريعا جدا. نلبس الجلوفز ونبتدي بقى ايه، نجهز الفراخ ونجهز المشروم. فراخ في الالفريدو في الصوص من جوه، بحب ان الفراخ تبقى مشويه. بحط زيت وزبده وبحط فيها فصوص ثوم. عندي كذا طريقه للشوي، بس دي اكتر طريقه ممكن تبقى لطيفة وبسيطة جدا جنب المكرونة اللي بالصوص، وهي هتبقى قطعة كده واخدة من الطعم، فانت كمان ممكن تاخدي من الوايت صوص وتاكلي معاها، فمش محتاجين تفاصيل وتتبيلات كتيرة ولا حتى زبادي ولا مستردة ولا اي حاجة. نشيلها على جنب، وتعالوا كده ايه، نفتح الفراخ، نعمل كده مثلا زي ما هي. يلا بينا. مقادير ايه؟ مقادير المكرونه. طب يلا بينا. مقادير المكرونه نزلت اهي، نتبل كده الفراخ برشه ملح بالشكل ده، رشه فلفل اسود، رشه بسيطه قوي من البابريكا، وهنضيف بابريكا تاني، بس خلينا ايه نحطها دلوقتي تبتدي ايه تتشوي كده. يلا بينا. بحس ان الفراخ وهي جوه الصوص ما بتبقاش ألذ حاجة بالنسبة لي، وفي ناس كتير زيي، وفي ناس تانية لا ما عندهاش مشكلة بتحط أي فراخ، بس أنا عن نفسي لما باجي أعمل الألفريدو بحب إن أنا أستخدم فيها فراخ، بس تبقى مشوية وأحطها على الوش كده وأقطعها وكل حاجة، لكن ما دخلهاش جوه الصوص، وما بستخدمش فراخ مسلوقة من قبل كده. ولكن ينفع، ينفع لو عندك بواقي فراخ مفيش مشكله، بس شوحيها الاول. حط كده الزعتر، يلا بينا. خلي البابريكا، نشيل دول دلوقتي هنستخدمهم كمان شويه، ونوسع لنفسنا. المكرونه بتتسلق حوالي 7 دقائق. 7 دقائق ده ممتاز عشان تكمل سوا في الصوص. زيت النار بعد ما بتبقى خلاص اتغلفت كده واتشوحت من الجنبين ومش عايزاها تتحروق، اوكي، تقومي بقى مهديه النار عشان تستوي، مش عايزاها تتحروق، لازم تهدي النار عشان تعرفي تشوي على النار. ممكن نغطي كده شويه بحيث ان هي تبتدي تدخل لجوه، واحنا خلاص قطعناها طالما عايزينها زي ما هي كده تخينه، مش عايزين نقطعها ولا نخليها رفيعه عشان ما تنشفش، عشان تفضل طريه واعرف اقطعها على المكرونه. بغطيها 5 دقائق واقوم فاتحه
قلب على الناحيه الثانيه وبص شوف ايه الاخبار. والتفتيحه دي مهمه جدا. نشوح المشرومز فواك، حاجه واسعه. المشرومز بيتغسل. المشرومز زي كل مره بتكلم فيها على المشرومز، المشرومز بيتغسل. تغسل قبل ما نستخدمه على طول، ننشفه ونقطعه بيبقى زي بتبقى خلاص ابتدت تستوي كده، وبنبقى اطمننا ان هي استوت من جوه. التفتيحه دي بتخليها الحراره والزيت وكل حاجه توصل لجوه، فبتستوي بتبقى زي الفل. نغطي كمان تغطيه بسيطه مش عايزين ننساها، ونوطي النار عشان ما نحرقهاش، عشان يفضل لونها حلو. البابريكا بتدي لون حلو قوي. نشوف كده العين ان هنا شغاله ولا لا. نحط الطاسه وادي الوك. ننزل بقى بالزبده عشان نعمل الصوص. يلا بينا. مكرونه الفريدو، لا كده زبده كتير قوي، شيل دي. والدقيق يلا بينا برضو. والثوم، ننزل بالثوم الاول، هنديله تقليبه سريعه كده، سريعه جدا، وما تكتريش الثوم. فص ثوم هيقوم بالواجب وهيبقى تحفه. اول ما نشم الريحه نعمل كده وننزل باللبن على طول، مش عايزه اكتر من كده. وادي الدقيق. طالما نزلنا باللبن على طول ننزل بالدقيق على طول، ونقلب بالويسك تقليبه سريعه برضو كده كده كده. هنشوح المشرومز في نفس الطاسه اللي بنشوح فيها الفراخ. تعالوا نفتح على الفراخ عشان ما ننساهاش، ونديها تقليبه كمان. خلاص هي كده الوش بتاعها مظبوط جدا، الفراخ من الطاسه. بصوا بقى الوايت صوص بتاعنا في المرحله دي بقوم عامله ايه. بحط الكريمه كده بعد ما خلاص ربط. فص الثوم هو اللي بيخلي الموضوع وايت صوص اكتر ما بيبقى يعني بشاميل، عشان يبقى مختلف عن البشاميل. وطبعا ما بنقلبش الدقيق مع الزبده خالص، بحطها وكاني بتبل بيها، انا عايزه طعمها جوه الصوص. بحطها كده، ولكوا ان تتخيلوا بقى البروكولي بيبقى عامل ازاي جوه الصوص ده، بيبقى تحفه. اللي ما بيحبوش ما ياكلوش، يعني ما يحطش، خلاص ما يحطش بديل حتى، مفيش مشكله. رشه صغيره من جوز الطيب، وانزلي بقى كده بالبروكولي وخليه يتشرب شويه. هننزل كمان بشويه من المشرومز. كده الصوص جاهز خلاص، مش محتاجين اي حاجه غير ان احنا نضيف له شويه المشرومز اللي شوحناهم هنا مكان الفراخ ما استوت. المشرومز لما نشوحه ما نسيبوش يموت خالص كده بقى ويدبل لا خالص خالص، تشويحه بسيطه جدا جدا. وبعد كده هو هيكمل سوى من سخونيه الصوص وخلاص، عشان لو دبل طعمه هيروح. ولازم الطاسه تبقى سخنه جدا عشان ما يدبلش برده وينزل ميته. بالنسبه لتفريز المشرومز، احنا قلنا ان احنا بنقدر نشوحه ونشيله في الفريزر متشوح، احسن من ان احنا نسلقه او نشيله حتى وهو ني. شوحيه بحبه زيت صغنطتين خالص، ما يبقوش زبده، ما يبقوش زيت زيتون، زيت عباد شمس او زيت ذره خفيف قوي، وفي طاسه واسعه، وشوحي تشويحه وشيليه متشوح في علبه او في كيس بعد ما بيبقى برد خالص. حطيت المكرونه على الصوص وزودت لها شويه من ميه سلق المكرونه اللي قلت لكم لازم نشيلها، نشيل منها شويه عشان يبقى عندنا صوص زي ما احنا شايفين كده. نبص عليها، يلا بينا. ماشي اهو جدا، شكرا. يلا بينا ننزل بقى بيها في الطبق كده. هون ريحه المكرونه خطيره، يامي يامي. صوص كتير، مكرونه مش مهريه، مسلوقه كويس، عليها شويه
بروكولي، خلوا الموضوع كده مغذي ولذيذ ولونه حلو. حطوا كده الفراخ اللي شويناها مع بعضينا، وادي المشرومز اهي. بصوا الفراخ مستوية من جوه زي الفل، وانا بقطعها اطمنت ان هي مستوية فلة عشان غطيناها واديناها حقها في التسوية. مرصينا الفراخ، عشان كده بقى بقول لكم بصوا شكل الفراخ بيبقى اشيك والذ ازاي من اننا نحط الفراخ بقى جوه ونقعد نقلب فيها وبتاع، لا كده اشيك وطعمها احلى. وبعدين نرش رشه زعتر صغنطوطه او بقدونس، اي حاجه اي حاجه تدي طعم، ورشه فلفل اسود صغنطوطه خالص برضو على الوايت صوص كده وعلى الفراخ بتبقى تحفه، واكيد اكيد رشه جبنه من اللي عندنا دي اللذيذه الحلوه، جبنه رومي بارميجان او اي حاجه. تمام، لك وان تتخيلوا يا جماعه المكرونه دي عامله ازاي.